السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير وبسلام وصحة وعافية، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله سوف يكون درسنا في كيفية إنشاء إعلان أدسنس شبيه بأقسام التسميات التي توجد على يمين أو يسار المدونة، والشكل كما تلاحظون بهذه الطريقة، فهو يكون بهذا الشكل بالعديد من الألوان التي تكون متناسقة ومتناسقة مع المدونة. فمثل هذا القسم، أنا في الحقيقة سوف أذكر لكم تجربتي، مثل هذه الأقسام أجد عليها نقرات عديدة جدا، لأن الزائر يعتقد أنها أو أنه يعني القسم من قسم خاص بقسم الأقسام المدونة، فيتم النقل عليه. وسوف قبل أن نبدأ في شرح كيفية عمل هذا بهذا الشكل، لأنه في الحقيقة أمر سهل جدا ولا يحتاج إلى شرح، إلا أن بعض الإخوان يسألوني كيف قمت بذلك، وكيف وكيف وكيف، ولهذا سوف يعني أقوم بشرحها، ولكن سوف أذكر لكم نقطة ربما يعني لم يعرفها العديد، وهي أن الروابط أو إعلانات الروابط مثل هذه تكون أكثر نقرا، لأنها يعني غالبا تكون تحميل، مثلا تحميل كتاب، تحميل كتاب، كتاب للتحميل، تحميل كتاب، يعني على حسب موضوع المدونة. هنا تكون يعني الزائر لما يدخل يجد يعني مثل هذا القسم، هذا الرابط الخاص بالأدسنس، يعتقد أنه رابط التحميل، فيتم النقر عليه، وأنا يعني أجده أكثر نقرات وخصوصا داخل المواضيع. تمام. ثاني شيء، الفائدة الجيدة أنك إذا كنت تستهدف الكلمات الدلالية، فكن على يقين أنها سوف تظهر في هذه الإعلانات الروابط، لأنها تكون كتابية، مثلا كتبت التطبيقات أو تحميل تطبيقات، سوف يظهر في هذه الإعلانات تحميل تطبيقات، هذه ما بالفائدة فقط. فبالنسبة للمسألة الثالثة، أن هذا الإعلان أنا بقياس هنا 300، سوف يظهر بقياس 300 على هذا الشكل. إذا كان بقياس 368 سوف يكون بزيادة، إذا كان بهذا القياس سوف يظهر بهذا الشكل، يعني يكون متجاوب. في الهواتف أيضا، في داخل المواضيع، في داخل المواضيع سوف يظهر على هذا الشكل، وربما يظهر شكل على شكل آخر متشابه، يعني مقسم على أربعة، يكون على هذا الشكل، الاثنين واثنين هنا، يكون يعني أكثر جاذبية للنقر، المهم يكون متجاوبا. فكيف يتم عمل مثل هذا؟ يعني أمر سهل جدا، وهي أن تنشئ إعلانات الروابط متجاوبة. يعني نحن نعلم أن هناك هذه الإعلانات بهذه القياسات وهذا القياس، سوف ننزل إلى أسفل إعلانات الروابط، وسوف نختار حجم تلقائي الروابط المتجاوبة. فلما تقوم باختيار هذا الاختيار، حصل على شفرة إلى آخره، فهنا يعني سوف يظهر لك إذا قمت بوضعها على يمين أو شمال على حسب القياس، فسوف يظهر لك مثل القائمة، وسوف تلاحظ عدد النقرات. أما في داخل المواضيع فسوف يظهر على هذا الشكل كما تلاحظون، وقد أجبتكم على السؤال، مع أنه يعني في الحقيقة لا يحتاج إلى شرح، ولكن نشرح من أجل الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.